طيب انتوا حليتوا الكويز ده، تبتدوا بقى ايه تصلحوا معايا. كان خلي كل مساله اوت اوف 10، يعني كده يبقى عليه 100، هم 10 بروفيت. طيب اول حاجه بيقول لي بي، ري اي سي. ري اي سي يعني واحد بدا من ايه ومش كده على طول. طبعا البي في طريق هيعدي على المدينه بي والمدينه سي، يبقى اكزيست يبقى بي نومس. طب ليه ما خدتش السبسيت؟ عشان هي ما فيش بريسز. طيب تعالى دي موجوده على الري بي سي. الري بي سي واحد بدا من بي ومشي كده، يعني ممكن عدى على السي وعدى على البي، طبعا عدى على كل ده بس ما عداش على الدي خالص. الدي فين؟ المدينه دي وراه خالص في ظهره، يبقى مش موجوده. هختار دي ليه؟ عشان في بريسز. لو ما كانش في بريسز كنت هختار دي اللي هي دازنت بيلونج. طب اي بي، اي بي يعني الديستنس، اي بي اللي هي المسافه دي من اي لبي مالها بقى؟ هل هي بارت من الري اي اي؟ طب المسافه دي كده اصلا، والري اي اي يعني واحد بدا من ايه ومشي كده، ايه اللي جاب ده؟ يعني ده كده عدى على المدينه ايه والمدينه بي، راح وقف عند المدينه بي مش المسافه دي، ايه اللي جابه بقى في الطريق ده؟ ده بقى بيعمل يعدي على دي وعدى، يبقى طبعا نوت سبس. وقلنا جميعا يا جماعه ان دي تعتبر كانها بريسز، اي لاين سيجمنت ري الكلام ده يعتبر كان فيه بريسز. طب اي سي مع اي اف، اي سي واحد بدا من ايه ومشي كده، مش ممكن يقابل اللي بدا من ايه ومشي اف، يعني ده مشي كده وده مشي كده، يبقى نوت سبس. اللي عملها صح يدي نفسه 10 اوت اوف 10. طب تعالى بقى على الانترسكشن. الانترسكشن لسه بقى ايه؟ عاملها صحيح دي كام؟ 10 اوت اوف 10، كل واحده 10، كل واحده من 10، بحيث يبقى كله في الاخر يجمع 100. اللي عملها غلط يدي نفسه 9، عشان بس يبقى عارف هو بيذاكر ان عملها غلط يقوم يذاكرها تاني. طيب اي بي الديستنس، اي بي اللي هي دي، هل هي بارت من الري اي سي؟ الري اي سي يعني واحد بدا من ايه ومشي المسافه دي كلها؟ طبعا اكيد، يعني الحته دي بارت من الاي سي اللي هو كل ده، تمام؟ طيب دي تعتبر بارت منه، مسافه منه، يبقى ايه؟ يبقى هي فعلا ايه الانترسكشن بتاعهم بقى، طالما حاجه بارت من حاجه، يعني اي بي دلوقتي بارت من اي سي كله. لما البارت يا جماعه يعمل انترسكشن مع الاول يدي البارت، يعني الصغير اي بي هي الصغير، اي سي كل ده هو المسافه الكبيره، لما يعملوا انترسكشن يدي المسافه الصغيره، يعني يدي اي بي. طب لو عملوا يونيون العكس يدي المسافه الكبيره، هي بس عملوا يونيون يبقى يدي المسافه الكبيره، يبقى اليونيون بيدي الكبير، الانترسكشن بيدي الصغير. طب تعالى على اي سي مع اي اف. اي سي يعني واحد بدا من ايه ومشي كده، اي اف واحد بدا من ايه ومشي كده، عملوا يونيون يعني لزقناهم في بعض. حرف ثانيه واحده بس، لزقناهم في بعض. احنا لو لزقنا اي سي مع اي اف قال لهم عملوا لي انجل كده، او اي سي عامل كده واي اف عامل كده، اتلزقوا وعملوا الانجل. الانجل زي ما اتفقنا يا جماعه اهم حاجه الفيرتكس اللي هم بداوا منها، اللي هي الايه، هكتب علامه انجل اهي، العلامه دي اللي علامه انجل، وهكتب الايه في النص، وبراحتي بقى ممكن اكتب السي من هنا والاف من هنا، وممكن اكتب الاف من هنا والسي من هنا. ها مين اللي كان بيسال؟ أنا اقول كنت عايز أسأل سؤال، بس هو في نمبر 1 في اعلي صوتك الكومبليت شويه، اعلي دي، صوتك شويه. نمبر 1 في الكومبليت دي، هو كاتب لي إن هو انترسكت، يعني إيه المشترك ما بينهم هما الاتنين؟ خد هل بالك، أنا ممكن أكتب اقول مثلا لك ايه، إيه بوينت اي بي إيه اللي يعني؟ هي الديستنس دي، هل هي بارت من الاي سي؟ يعني هل هي جزء المسافه دي كده، جزء من المسافه اي سي ولا لا؟ أيوه ممكن. طالما هي جزء منها، خد بالك لو حاجه، يعني انا لو قلت مثلا الشقه والعماره، لو الشقه عملت انترسكشن مع العماره تدي الشقه، تدي السواق. طب لو الشقه عملت يونيون مع العماره، مش الشقه جزء من العماره، يبقى تدي العماره. يبقى طالما حاجه بارت من حاجه بتدي، لو انترسكشن يدي السواق، لو يونيون يعني لو الكفر ده، الكفر ده جزء من القلم، لو انا قلت الكفر انترسكشن القلم، انترسكشن العلامه دي تقول لي الكفر. طب لو قلت لك الكفر يونيون القلم، يونيون ده حاجه كبيره يدي القلم كده، طالما حاجه جزء من حاجه الانترسكشن يدي الصغير، اليونيون يدي الكبير. طيب تعالى بقى طب اي مستر سي، انا اي كتبت سي ايه انترسكشن عشان تو اف، اي سي اللي هو ده. نعم مستر انا مش فاهم الكومبليت مش فاهم قوي، مين نمبر كام؟ نمبر 2. لا انا مش فاهم، مش عارف ازاي حلو. تاني اي بي يعني الديستنس دي اي بي. طب اي سي انت ممكن حتى تعمل عليها سيركل، لو انت هتطلع تعمل سيركل اي بي اهي المسافه دي. طب اي سي المسافه دي كلها، هل المسافه دي بارت من المسافه دي ولا لا؟
جزء منها ولا لا؟ جزء. جزء منها صح؟ يبقى لو عملوا انترسكشن مع بعض يدي الجزء اللي هو اي بي الصغير. انترسكشن لا العلامه دي. طب لو عملوا يونيون يدي الكل اللي هي المسافه الكبيره اللي هي الاي سي او زي اللي بعدها نمبر. تمام كده؟ طيب لو جينا بقى اي سي يونيون اي اف، اي سي اللي هو الري ده يونيون اي اف اللي هو الري ده، لو الري ده لزقناه في الري ده يا جماعه، الري اي سي اللي هو ده يونيون اي اف، يعني لو ضمناه لده هنلاقيهم عملوا ايه؟ عملوا منظر انجل، دي علامه انجل. طب الانجل بيسموها ايه؟ بيحطوا الاي دي في النص ويكتبوا سي من هنا واف من هنا، او العكس اف من هنا وسي من هنا، مش فارق. يعني يقراها سي اي اف يقراها اف اي سي. طيب تعالى اللي بعديها، لو عملوا انترسكشن بقى، انترسكشن يعني ايه البوينت اللي هم اشتركوا فيها؟ ده ماشي كده وده ماشي كده، اشتركوا في مين؟ في الايه؟ الايه هي اللي اشتركوا فيها، مشتركه ما بينهم. المدينه المشتركه، يعني واحد بدا من المدينه ايه ومشي كده. واحد بدا من المدينه ايه ومشي كده. واحد تاني يعني. هما الاثنين اتقابلوا فين؟ في المدينه ايه؟ هو ده الانترسكشن. بس لازم احطها بتوين بريسز، ليه؟ لان ده ست وده ست. طيب تعالى بقى اللي بعديها، دي هي اللي مهمه قوي او بتلخبط شويه. لو انا قلت دي دي انترسكشن، همسح بس الكلام ده. خدوا بالكم. دي بي، دي بي يا جماعه يعني واحد مشي من دي وفضل ماشي كده على طول في اتجاه البي، لانه ري وصل يعني، مش هو مشي من دي وصل للبي، لا ده كمل ماشي، بس هو ماشي بمعنى دي بي يعني هو بدأ من دي، بس هو ماشي عدى على البي، عدى على البي في طريق اه، بس كمل ماشي. طيب تعالى بقى واحد تاني بي اي، يعني واحد بدأ من بي ومشي كده في اتجاه الاي، يعني مشي كل ده وهو ماشي عدى على الاي، ما هو بي اي يعني هو ماشي عدى على الاي. عملوا انترسكشن فين يا جماعه؟ اللي هي الحته اللي هم عاملين كده كده وكده، الحته اللي هم ايه اللي موجوده مشتركه دي. يعني لو واحد عمل كده تاني عمل كده، الحته اللي مشتركه دي اللي الكوبري ده كده هو ده الانترسكشن. طب الحته اللي هي اللي اشتركوا فيها دي اللي هي الكوبري دي، ما اقولوش دي اي بي بقى، بقول له اولها ونهايتها، يعني اولها دي واخرها بي. طب اقول له دي بي، انا مش لازم اقول له عدى على دي واي وبي، لا هو اوله في التعديه دي واخره بي. طب لو عملوا يونيون، يونيون يعني عملناهم لزقناهم في بعض. احنا لو المسافة دي كده يا جماعة لزقناها في المسافة دي وقلنا المسافة هتبقى كلها كام؟ هيبقى عملوا اللاين كله، ما هو يونيون يعني لزقناهم في بعض. تمام؟ لزقنا المسافتين في بعض أو ضمناهم على بعض، عملنا بلس للتو ديستانس. فكده هو مش اللاين كله بقى. كده المسافة بقت اللاين كله. اللاين كله بقى براحتك، سميه بأي تو بوينتس عليه. ممكن أسميه إيه دي مثلا؟ أي اس، أي تو بوينتس عليه. واحد عايز يسميه بي دي، واحد عايز يسميه إي دي، كل ده اللاين، اللاين ستريت لاين ممكن اسميه اي حاجه من دول. طيب لو انا مستر انا ما اعرفش انا كلمتكم عن الانجلز ولا لا، اللي كان بيقول مستر عايز يسال في ايه؟ حضرتك يا مستر، هو العلامات اللي بتبقى فوق الدي بي والبي اي كده، العلامات دي بتبقى لازمتها ايه بالظبط؟ ده دي اهم حاجه، ما هو دي بي دي معناها ري، يعني ايه؟ يعني واحد بدا من دي ومشي كده على طول. لكن انا لما اقول لك يعني ما وقفش عند بي، لا بس عدى عليه، ما وقفش كمل. لو هو لاين سيجمنت بقى زي دي اي بي، يعني واحد بدا مي ووقف عند بي، مش المسافه دي بس، لو هي لاين سيجمنت. شكرا. انا ما اعرفش احنا قلنا الانجلز ولا لا، بس انا هقولهم تاني، هقولهم تاني اللي هي الانجلز، ريليشن بين الانجلز. مستر انا مش فاهم اخر واحده بس. حاضر، يعني هذا تاني المره الجايه، بس هتكلم بس عن الانجلز بقى عشان ما تبقوش متاخرين على الكلاس تاني. بص يا جماعه، A relation between angles. Relation. أنا الهوم ورك لقيت الناس عاملاها صح يعني الحمد لله. مفيش فيه مشكلة. وفي ناس بتنفض ما بتبعتش. بس يا ريت اللي بينفض ده ما يبعت عشان بس ما نقصش درجات. إيه relation between angles؟ بص يا جماعة. الأول إحنا عارفين من زمان إن إحنا عندنا زي ما اتفقنا عندنا في حاجة اسمها زيرو أنجل. بصوا كده. لو أنا عندي ري كده وفوقيه كمان فوقيه. فوقيه نفسه كمان ري كده. كده مفيش انجل خالص، كده الانجل بيبقى اسمها زيرو انجل. طب الميجر بتاعها بيبقى كام؟ الميجر بتاع الانجل دي بيبقى الميجر بتاعها
اسمه ايه؟ ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. يعني التو ريز فوق بعض كده يا جماعه. ادي ري وفي كمان ري كده. كده زيرو قال. طيب لو الري ده ابتدى يتحرك كده عمل اكيوت انجل. اكيوت انجل عامله كده. دي اسمها اكيوت انجل. طب الاكيوت دي بيبقى الميجر بتاعها من كام؟ الميجر بتاعها من مثلا الاكيوت بتبقى من صفر لحد اقل من 90، لان الرايت انجل بتبدا عند 90 ديجري. برافو عليك. الاكيوت دي يا جماعه بتبقى بتوين، بص بقى بيكتبوها في الماث ازاي؟ انت عايز تقول ان هي من صفر ل 90، يعني هي اكبر من صفر واقل من 90. تقوم قايل ايه؟ بص بتوين 0 ديجري اند 90 ديجريز. يعني معناها ايه يا جماعه؟ هي اكبر من 0 واقل من 90. يعني ايه؟ ندي اكزامبل، يعني ممكن تكون 60 ده اكبر من 0 واقل من 90، ممكن تكون 70 80 وهكذا، بس ما توصلش 90، ما توصلش 90. طيب تعالى بقى اللي في بعد كده يا جماعه، حاجه اسمها ايه؟ لما ده يتفرد شويه هيعمل لي رايت انجل، هيبقى عامل كده. الرايت دي بتبقى 90، يعني الرايت انجل دي هي 90 بس الميجر بتاعها، يعني ممكن اقولها لكم رايت على طول ايكوال 90 عشان بس ما تنساش. رايت الميجر بتاعها ايكوال 90 بالظبط. طيب لو ده ابتدى يتفرد شويه كده، يرجع لورا شويه كده، عمل اوبتيوس. الاوبتيوس دي يا جماعه الميجر بتاعها بقى اكتر من 90. مستر ممكن اقولها؟ اتفضل يا حبيبي. هي بتبقى من 90، من 90 ديجري لحد 180، وما ينفعش تقل عن 180. برافو عليك. هي هتبقى واللي أكتر. بتبقى اعلى من 180 بتبقى ريفلكس انجل. برافو يوسف، اكسلنت. هي هتبقى اكتر من 90 بس عمرها، وتفضل ايه بس مش طول، مش هتزيد عن 180. يعني ايه مش هتزيد؟ يعني معناها لو قلنا ايه مثلا، ممكن تكون 100 120 179. بصوا بس ما جابتش ال 180، ما وصلتلهاش. تمام؟ طيب دي الاوبتيوس. طب يجي بعد كده يا جماعه لو ده اتفرد بقى خالص، يعني بص كده هو فضل عمال ايه؟ بدا هنا زيرو، ابتدى مشي كده عمل اكل، ابتدى عمل كده رايت، ابتدى عمل كده اوبتيوس. لو اتفرد خالص كده فهو عمل ستريت لاين، فبيسموه ستريت انجل، فبيسموها ستريت انجل. بصوا بقى الستريت انجل بقت عامله كده. بقى الميجر بتاعها كام يا جماعه؟ دي بيسموها ستريت انجل. 180. برافو عليك. بقى الميجر بتاعها الستريت دي الميجر بتاعها ايكوال 180 على طول. زي مثلا زي ال 90، زي الرايت 90 بس، دي 180 بس. طب خدوا بالكم بقى الجديد بقى السنه دي ايه؟ انت كنت بتاخد في ابتدائي لحد كده. طب افرض بقى الري ما فضلش واقف كده، اما اتحرك كده، بصوا يا جماعه الانجل كبرت قوي، عدت ال 180، فدي ريفلكس انجل، بقت ريفلكس انجل. ما اعرفش انا قلتها لكم ولا قلتها للكلاس تاني، بس انا بقولها تاني عشان ايه؟ طب كده بقى اسمها ريفلكس انجل. الريفلكس دي بقى يا جماعه من كام بقى؟ موجوده اكتر من 180 لحد 360. 180 لحد 360 بس ما توصلش 360، يعني ممكن الناس تبقى ايه؟ يعني 359 مش عارف 359. خد بالك بس ما وصلتش 360. طب لو وصلت بقى 360 ترجع تاني لدي ويبقى اسمها زيرو انجل. يعني معنى كده ان زيرو انجل يا جماعه يا اما زيرو اور 360. ازاي زيرو 360؟ اقول لكم ليه. لان هو بدا كده الري ده فوق ده الاول، فكانت زيرو، فضل يلف عمل اكيوت رايت اوبتيوس ستريت، وبعدين ابتدى يا جماعه بقى ريفلكس، كل ده ريفلكس ريفلكس، عمال يلف عمال ايه، رجع لزق تاني ده كده فواصل، فكان لف كام؟ 360. فقال لك معنى كده انه وصل تاني للزيرو انجل. قال لك يبقى الزيرو انجل دي يا اما هي زيرو يا اما 360. طيب دي حاجه. طيب الحاجه الثانيه بقى اللي ممكن يسالني فيها، ودي حته جديده برضو عايز اقولها النهارده، ان لو انا قلت ايه يا جماعه؟ خد بالك لو عندنا اي تو انجلز يا جماعه جنب بعض بس they have a common side، يعني ايه؟ يعني عندنا مثلا ادي انجل عامله كده اسمها مثلا اي بي سي،
اعتبر دي زي حيطة كده، جت أنجل سكنت جنبها، نفس الحيطة دي مشتركة ما بينهم، بقت كده مثلا اسمها A B D، يعني الأنجل دي والأنجل دي. في الحالة دي يا جماعة بيسموا دول two adjacent angles. adjacent angles. بص بقى دول بقى بيبقوا they have إيه؟ have common vertex. يعني إيه common vertex؟ أهو هما الاثنين فيهم B. بص الvertex بتاع دي اسمها B A B C، والتاني اسمها A B D. هما الاثنين vertex بتاعتهم اسمها B، وفي نفس الوقت they have common side. common vertex اللي هي B، كومن سايد اللي هو مين يا جماعه؟ السايد اللي هو المشترك ما بينهم، بصوا اللي ما بينهم ده الحيطه اللي ما بينهم اللي هو اسمه ري بي اي. ما هو السايد ده بيقروه ازاي؟ بيقروه من بدايته، ده ري بادئ من بي وماشي كده، يبقى ري بي اي. طيب لو التو ادجيسنت انجلز دول يا جماعه في بوزيشنز ممكن ياخدوه، ايه هو؟ ان هم ممكن تلاقيهم عملوا كده، هم ادجيسنت. بص ايوه تكون دي اي بي سي، والتانية تبقى جنبها بس يعملوا 90 ديجريز. يعني ازاي كده؟ بص طب هم ادجيسنت وكل حاجه، بس تلاقي دي مثلا الميجر بتاعها 40 ودي الميجر بتاعها 50، يبقى كده الصم بتاعهم 90. قال لك فلازم نميزهم شويه، مش هنسميهم بقى تو ادجيسنت وخلاص، هم كان اسمهم الاول تو ادجيسنت، لا قال لك هنسميهم ادجيسنت ونديهم لقب تاني كومبلمنتري انجلز. يعني بقى اسمهم يا جماعه كومبلمنتري كمان، ليه؟ لان هما الاثنين مجموعهم 90، فيقوم يقول لك ايه؟ their sum اهو equal 90. فعلا انت لو عملت 40 بلس 50 يدي لك 90. ولذلك ساعات يجيب لي سؤال يقول لي ايه؟ سؤال بيجي كتير جدا يقول لي the angle of measure 40 degrees، يقول لك بص بقى كومبلمنت كومبلمنت كام؟ هي 40، تبقى كومبلمنت كام يا جماعه؟ 50، عشان بتعمل معاه 90. يعني الكومبلمنت ده لما تعملهم بلس بعض يدي لك ايه؟ 90. ففي ناس بيريح دماغه بدل ما يقعد يقول لي هو ال 40 فاضل لها قد ايه على ما تبقى 90، يقول لك طب ما لو قال لي كلمه كومبلمنت اخد الانجل اللي هو مديها لي واعمل 90 ماينس ال 40 وخلاص هتطلع الاجابه 50. يبقى الكومبلمنت هيعمل 90 ماينس. افرض التو ادجيسنت دول جم جنب بعض بس عملوا كده، بصوا يعني ادي ايه الانجل الاولى اسمها مثلا ايه عادي اي بي سي عادي. بصوا بقى يا جماعه الثانيه جت جنبها وهنقول مثلا دي 30 ديجريز، الثانيه خدت منها البي ايه ده واتفردت قوي كده عملت كده اي بي دي، فبقت عامله كده. طب لو احنا ملاحظين حاجه في الكومبلمنتري كان هما الاثنين اكيوت، بصوا اكيوت يعني اقل من 90، يعني التو كومبلمنتري انجلز دول كانوا هما الاثنين اكيد، هما الاثنين اكيد، لكن تعالى في دي بقت واحده اكيد والثانيه اوبتيوس، اللي جنبها دي اوبتيوس. طب حد يعرف يقول لي اللي جنبها دي هيبقى الميجر بتاعها كام؟ هم خدوا بالكم عملوا ستريت لاين او ستريت انجل، مش الستريت انجل يا جماعه 180 140 150 بقى 150 عشان لما تجمع دول يدي لك 180 يعملوا ستريت انجل. فقال لك في الحاله دي هيبقى اسمهم تو ادجيسنت برضو. احنا ملاحظين الاول واحده منهم ايه؟ واحده اكيوت والثانيه ايه يا جماعه؟ اقول بلس حتى اوبتيوس، واحده اكيوت والثانيه اوبتيوس. فسموهم ايه دول يا جماعه؟ قال لك نضيف لهم لقب بقى زي دي كده، قال لك هيسموهم تو ادجيسنت بس هيقولوا ايه بقى عليهم؟ سبلمنتري. بص الكلمه دي سبلمنتري، دي قال لك كومبلمنتري angles. وبناء عليها يا جماعه تو ادجيسنت سبلمنتري دي هيبقى their sum equal كام؟ ممكن يسالني بقى في الكومبليت their sum هيبقى كام؟ ها 180، بس لما تجمعهم مع بعض يعملوا لك 180. يبقى الكومبلمنتري their sum بيبقى 90، الادجيسنت their sum بيبقى 150 180. لذلك يجي يقول لك ايه؟ يقول لك ممكن يجيب لك نفس السؤال اللي فوق ده the angle 40 degrees. بص بقى supplement، اجيب لك نفس السؤال متعمد اجيب لك نفس السؤال اللي هو ده، بس بدل ما اقول لك complement هقول لك supplement. بص كده the angle 40 degrees supplement an angle كام؟ حد يعرف يقول لي لو الانجل 40 degrees يبقى supplement an angle كام؟
ميجر كام؟ 140 لازم تعمل معاها 140. طيب تمام، يبقى دي حته مهمه. يبقى دي دلوقتي يا جماعه لو انا عندي شخصين انتوا في 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 الكويت بالدينار، لو واحد معاه 40 دينار والثاني معاه 50 دينار يبقى معاهم 90 دينار. الشخصين دول نقول عليهم كومبلمنتري. طب لو انا عندي شخصين واحد معايا مثلا 100 دينار والثاني معاه 80 دينار يبقى مجموعهم 180 دينار، يبقى الشخصين دول يتقال عليهم سبلمنتري. سبلمنتري يعني بشبهها لكم بالفلوس. اتفضل مين عايز يسال؟ ده اول ليسون يا جماعه، مش اللي بيسال ليسون كام، ده اول ليسون في الكتاب. خدوا بالكم انا فهمتكم طبعا النظام ايه. النظام المنهج عندنا يا جماعه هو توبيك. توبيك يعني ايه؟ يعني مش ليسون 1 وحته واحده. ليسون 1 شوف بيتكون من كام بارت. البارت الاولاني اللي هو بتاع لما خدنا بيلونجز ودازنت بيلونج، ده بارت. البارت الثاني بتاع الانترسكشن واليونيون اللي انا جبتهم في كويس شويه من شويه، ادي كمان بارت. كل ده في ليسون 1 يا جماعه. البارت الثالث الانجلز، يعني انت تحس ايه ان الثري بارتس ما لهمش علاقه ببعض تقريبا، بس هم تبع درس واحد عشان نبقى عارفين. بس يونت 1 لا مش يونت 1 بقى، اول يونت في الجيومتري. شوف عندك في الكتاب يونت كام، اول درس في الجيومتري يا جماعه. يعني عشان اقول لكم بالظبط، يعني عشان السؤال ده بتساله كتير. اول درس في الجيومتري يونت 4، يونت 4 ليسون 1 خلاص كده فوق. يونت 4 مش هيفرق معاك ورقم كام ولا ليسون كام، المهم تعرف المعلومات اللي فيه يا جماعه. يونت 4 ليسون 1 تمام، وتابعوا برضو ايه البارت اللي هو بتاع الايه الانترسكشن واليونيون والكلام ده تمام. طيب انا يهمني بس تفهم ايه اللي بيحصل، ما يهمنيش تعرف ايه الليسون كام بس انت مش عارف ايه اللي فيه. تمام يا جماعه. طيب الحته بقى الاخيره اللي هي ايه يا جماعه، قال لك طيب افرض بقى قال لك طب افرض، طب انما بالنسبه للريفلكس يا جماعه ده الكومبلمنتري والسبلمنتري والكلام ده، عشان هديكم سؤال كومبليت على ده هتلاقوا فيه اسئله كتير قوي على القصه دي. طيب بيجي كومبليت السؤال ده دايما في الامتحان. الحته الثانيه مش انا قلت لكم يا جماعه لو الانجل بتاعتي عامله كده وفضلت تلف وتلاوت كده بقى اكتر من 180 يسموا الانجل دي ريفلكس؟ قال لك طب ما على كده اي انجل عندنا، اي انجل عندنا يعني لو انجل عامله كده مثلا وهي 120 ديجريز مثلا، اكيد اللي في ظهرها دي كانت ريفلكس، هي بصوا ريفلكس. طب دي هتبقى كام؟ قال لك دي مع الريفلكس بتاعتها بيعملوا 360. يعني لو الانجل دي اسمها اي بي سي مثلا، بص هتلاقي الريفلكس اللي في ظهرها دي، الريفلكس اللي في ظهرها دي يا جماعه هتلاقي تكمله ال 360 يعني هتلاقي 240. طب انت عرفتها ازاي يا مستر؟ بقى انا بسيط. طب انا عامل ايه؟ 360 ماينس او اعمل 360 ماينس 120 تديك 240. فالسؤال ده يقول لي في الامتحان ازاي؟ يقول لي the angle، لا يعمل لك كده بس، يقول لك if measure، if measure اللي هي الام الصغيره دي يا جماعه of angle ABC equal 120 degrees then measure of، بس زود كلمة reflects، reflects angle ABC equal what. تقوم تقله بسيطة، أنا عارف إن الريفلكس يعني 360، يبقى أنا عامل 360 minus 120 يديني 240 بس. فعشان كده بقى يا جماعة لو هو قال لك، اكتبها لكم زي نوت كده، لو قال لك كلمة complement بتقوم انت عامل 90 ماينس الانجل، يعني افرض اداني انجل مثلا 40 وقال لي هات لي الكومبلمنت بتاعها قوم عامل 90 ماينس 40 تديك 50. هي دي الانسر. طب قال لي هات السبلمنت بتاعها برضه بتاع ال 40 ده، اعمل 180 ماينس هتطلع 140. طب قال لي هات الريفلكس بتاعها برضه بتاع ال 40، الاسئله الثلاثه دول جايين على ال 40، تقوم عامل 360 عشان الاسئله دي هتقابلكم في الايه؟ في الكومبليت ماينس 40.
تطلع مثلا 200 300. يبقى تاني يا جماعه لو اداني انجل معينه الميجر بتاعها مثلا سي 40 وقال لي هات لي الكومبلمنت بتاعها يقول لك ذا كومبلمنت اوف ان انجل اوف ميجر 40 از بتعمل 90 ماينس 40 ذا سبلمنت اوف ان انجل اوف ميجر 40 از اعمل 180 ماينس ذا ريفلكس انجل اوف انجل 140 قول له ايه 360 ماينس كده تمام يبقى كومبلمنت 90 لازم احفظهم يا جماعه سبلمنت 180 ريفلكس 360 الحته الاخيره اللي هقولها اللي هي ايه بقى لو انت عندك انجلز متجمعه حوالين بوينت زي الشمس كده بصوا احتمال بقى بص يا جماعه بيقول لك لو انت عندك انجلز كده متجمعين زي الشمس حوالين بوينت كده يعني مثلا دي انجل 90 في بوينت هنا اسمها ايه مثلا الانجل دي 90 وجت انجل ثانيه عامله كده ولتكن 70 جت انجل ثالثه عامله كده ولتكن 60 جت انجل رابعه عامله كده ولتكن مثلا 80 بص كلهم يا جماعه متجمعين حوالين بوينت يقول لك الانجل دي في انجل كمان اهي هسميها مثلا يا جماعه اكس ويجي يسالني يقول لي هي الاكس دي ايكوال كام في رول بتقول لي ايه في رول بتقول لي إيه؟ ان مجموع الانجلز دي كلها متجمعين حوالين بوينت 360 فعلا هم عملوا سيركل كامله اهو يا جماعه قعدوا يلفوا 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 لما كملوا السيركل فيقوم يقول لك ايه خد بالكم ان العلامه دي معناها 90 يقوم الرول تقول لك ايه ذا سم اوف ميجرز اوف انجلز او اوف اكوميوليتيف ساعات يقول عليها كوميوليتيف وساعات يقول عليها اكوميوليتيف انجلز السؤال ده بيجي كتير جدا في الامتحان يا جماعه ات ا بوينت وممكن يقول لك اراوند ا بوينت يعني متجمعين حول نقطه از كام بقى 360 يبقى مجموع الانجلز دي كلها 360 طيب سؤال صغير جدا هو بيقول لي هات الاكس ثانيه انا لو دول اشخاص يا جماعه واحد معاه 90 دينار الثاني معاه خد بالكم ان هو مش هكتب لك جنب دي 90 انت تفهم العلامه دي انها 90 واحد معاه 90 دينار الثاني معاه 70 الثاني معاه 60 والرابع معاه 80 يبقى الخامس معاه كام؟ لو الناس دي كلها معاه 360 كلهم المفروض واحد منهم معاه 90 الثاني معاه 70 الثاني معاه 60 الرابع معاه 80 يا ترى الخامس يبقى معاه كام؟ بسيطه جدا اجمع الفلوس اللي مع الناس دي واعملها ماينس 360 اه بص كده يعني اجمع الفلوس اللي مع الناس دي 90 70 و 60 و 80 اشوف معاهم كام والانسر اللي هتطلع اشيلها من 360 ما هو المبلغ كله 360 اصل طب نجمع الناس دي 0 8 و 6 14 و 7 21 و 9 اه طلع 300 الناس دي كلها يا جماعه معاها 300 وهو المبلغ كله 360 طب ما كده يبقى الباقي 60 يبقى الراجل الاخير ده اكيد معاه 60 بحيث لما اجي اجمع الناس دي كلها يطلع الاجابه ايه 360 فهمنا الفكره دي الرسمه دي لازم يجيبها لي في اي امتحان سهله الرسمه دي يا جماعه يعني يديش كذا انجل كده ويقول لي انت الانجل اللي ناقص انا كل اللي بعمله بعمل ايه 360 ماينس افتح براكت احط فيه كل الناس دي كل الانجلز دي على فكره انت ممكن تكتب كل ده على الكالكوليتر يقوم مطلع لك الانسر 60 على طول تمام وتبقى خلصت هبعت لكم انا هوم ورك على الكلام ده بس عشان السيشن اللي بعدكم وبرده لو حاجه ما اتفهمتش هنقولها تاني ان شاء الله المره الجايه المره الجايه طبعا هتبقى الجبر زي ما اتفقنا واحده الجبر واحده جيومتري يعني هقولها في حصه الالجبرا اللي جايه حصه الجيومتري الجايه تمام في ناس لقيتها في الالجبرا مش فاهمه هنقولها في حصه بكره ان شاء الله عشان بس السيشن الثانيه دلوقتي السلام عليكم